الدجاج الأمريكي والدجاج البراهمة، هذا هو بعدي حاجة بعدي اليوم نشوفوك ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصار هذه داخلي داخلي انفجار داخلي، أكيد هذه انفجار داخلي يا عمو، انفجار داخلي هذا. هيو 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 هنشوفه. لا لا تروحش، هاي شايف هنا على ال على الشارع، رن اللي عبوك وشوفه طالع هو. طب هدي هدي بس هدي هدي، لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير لو انت بتشايف الفيديو هذا الصبحيات، ومساء الخير لو انت شايف الفيديو هذا في الليل. يسعد مساك يا جماعة الخير، وان شاء الله نقدم لكم في الفيديو هذا معلومات جيدة عن الأرز المطبوخ وشروع اللي هو إطعام الطيور الأرز المطبوخ وإلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو هذا يا جماعة الخير حنفرجيكم الطيور من أول بيت لآخر بيت، وحقولكم انه انا كل يوم صباحا بسوي الحركات هذه وبطمن على طيوره، بشوف مين اللي ميت مين اللي عايش مين المريض مين المعزوم مين مخطوف والى ذلك. وحنشرح كمان عن الارز المطبوخ واطعامه وايش الاضرار وايش والى ذلك كثير. ما بديش اطول عليكم زي ما تعودنا، اربطوا حزمة الامان وانزلوا تحت واشتركوا في القناة وفعلوا تنبيه الجرس الفاعل تبع حزين لأصل كل جديد، وافقع ام اللايك تحت بدي حبطرش لايكات يا جماعة الخير. وخلنا نروح وليس جا يا جماعة الخير. ببدأ نهاري بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا ايش معايا؟ سطل في ارز مطبوخ. طبعا شروع انه انت تطعمي الطيور تبعتك ارز مطبوخ فهو مسموح فيه، اما الشروع اللي هو الطعمي الطيور تبعتك ارز غير مطبوخ فهذا لا يجوز، لا صحيا ولا نفسي ولا لا يجوز. تمام، لو حبيت تطعمي طيورك ارز فيكون ارز مطبوخ. طبعا احنا حنحطه هان. طبعا برحب فيكم كمان مره وخلنا نروح نشوف ايش نسوي. طبعا اول حاجه انا بمر على كل البيوت بطمن عليها هل في حاله وفاه لا سمح الله، هل في حاله مرض لا سمح الله، هل في طير ناقص طير فاهمين علي. فحنمر في هذه المراحل وخلنا نروح نشوف ايش نسوي يا جماعه. وطبعا بذكركم لو انت بتحبني انزل تحت وحط لايك، ادي لايكات، بدي حبطرش لايكات زمان انا والله يا جماعه حبطرش لايكات، بدنا نصير ندرجها. بدنا نشوف الكتكوت اللي غاد ذكروني. فخلنا نروح نشوف وليس جو. دهون القلي والسيرج والزبدة والسمنة والكلام هذا فكثير كثير بتكون يعني زي التليين للمعدة أو للقونصة تبعت الطيور، وبنفس الوقت بتعطي هيك دفعة من الشحوم. فحنمر على كل الطيور ونلم بيض الفرعوني، لأنه في واحد شخص يعني طلب إنه هو ياخذ بيض من الفرعوني. طبعا منظره جميل جدا وهو نازل بنظف في ريشه، مش عارف مش باين عندكم لأنه في سلك. خلنا نطمن. أول حاجة هذه يا جماعة الخير تحتها البيض، وهذا هو الأوز. خلنا نروح نجيب الطعام. تمام يا جماعة الخير، حنحط للأوز الرز المطبوخ بسم الله. طبعا هذا هو أول بيت إنه احنا نطعميه. هنروح نطمن على البيوت الثانية. تمام يا جماعة الخير، قبل ما نحط للفرعون ونطمن عليه حنلم البيض اللي عنده. فبالنسبة للأستاذ أبو خالد اللي حكى لي عن كذا فكرة صراحة، فأنا بأحترم كل الآراء وكل الأفكار على راسي. طبعا هو طلب مني إني أقص جناحين الطيور هذه وإيش إنه أنا يعني أطلق صراحة. فأنا بعذر منك يا أستاذ خالد، يا أستاذ أبو خالد، لأنه في عندي أشجار هان فمش حقدر أطلعها، ولكن عشان خاطرك حقوم في لم البيض وأخليها تطلع شوية وأدخلها يا أبو خالد يا عزيزي. وطبعا هو حكى لي على كذا فكرة أقوم فيها، هو صح إنه الطير هذا قريب لعائلة الفر، أو هو من نفس الفصيلة كمان لأنه هو تكسيره نفس التكسير،
زي ما شايفين انا بدي اطلعهم عشان خاطر ابو خالد. صراحة انا بخاطر قاعد وبطلعهم لانه هم بطيروا. يعني انا بخاطر وهم بطيروا، وهذا اول مرة يطلعوا، وعشان خاطر ابو خالد بس مش اكثر. واحلى تحية لابو خالد. وبالنسبة لمحمد الايف انا هيني بجمع لك بايت قاعد، فاتمنى انه انت يعني اذا شاهدت الفيديو هذا يعني بتستكفي في الخمسة هذول تعال خذهم. طبعا حق البيضة تقريبا يا جماعة الخير انا ببيعها من 2 لـ 3 شيكل بيض. الحجل او الفرعوني هو غالي شوية، انه 2 و3 شيكل، ولكن هو هيك السعر يا جماعة. شايفين؟ شايف ابو خالد؟ شايف؟ اكلوا الزرعات. فبديش اطول عليكم، خلي ادخلهم على سريع، وهدول بدنا نضبهم في مكان. خليهم بس هان وقفا، خلي بس اضب الطيور هذه. يلا يا حجة، يلا يلا على البيت على البيت. تعال نحط لهم الطعام زي ما شايفين بالشكل هذا، وحنحط لهم طعام ياكلوا، ونعتبر هذه كفطور صباحي، نعتبرها كفطور صباحي. طبعا ابو خالد قال لي كمان حط كمان هان ايش هالمعزل ابو، يا ريتنا ابو خالد. طبعا الكل القطع حقال انه انا احط له الاوز خبز، مش عارف هل هو ولا شخص ثاني. تمام لسه ما خلصناش، فخلنا نروح نشوف بيت ثاني. تمام يا جماعه الخير، وبطريقنا انه احنا نطمن على الطيور حنشوف الشبابي. كله بده ياكل، كله هجم، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله، اللهم زد وبارك. طبعا كانت قدوه راخده على البيضه اللي غاد، مش عارف هل هي راخده بدها تبيض او هي رقدت، فمش عارف صراحه. فزي ما شايفين بسم الله ما شاء الله. صراحه اللي خطر اضل معاهم كثير، ولكن في لسه بيوت غاد قدامنا. شوقي ما شاء الله، هذا هو بسم الله ما شاء الله عليه، شوقي ما شاء الله. تعال حنترككم ياكلوا، بس نعبي لهم ميه هنا. مهمه سريعه، قول لهم مساء الخير او سلامه. هذا محمد ابن اختي، ابن اخويا. ابن اخوي، هذا اخو اديب اللي صور معايا في الفيديو اللي قبل. خلينا نروح نشوف قدوة فدوة، نحط لهم الطعام تبعهم. أيوة جدع، أيوة تمام. قبل ما يحط لهم الموية خلينا نشوف قدوة وفدوة وفلفل ما شاء الله. طبعا بسم الله ما شاء الله، هذول هم حطينا لهم غدا عشية، ولسه يعني فيها بيض أو بيضة. مش عارف توي حسيتها قاعدة، مش عارف هل هي بدها تبيض أو راخدة، مش فاهم. فحقولكم ايش بصير معايا. طبعا يا جماعه الخير اللي ما بعرف، هذه تهجيمه بين الكوشين العملاق والبراهمه. هجنته عندي وطلعته عندي من البيضه للفرخ للدجاجه، وصار عندي الدجاجتين زي ما شايفين ما شاء الله. وهذا فلفل كلكم عارفينه، الزود والعز، الشموخ والكبرياء والكرامه، فلفل يعني فلفل الشموخ، ايش بدك اكثر من هيك يا يوسف؟ هيني نازل بعليلك من شانه. طبعا يوسف بحب اللي هو فلفل كثير كثير كثير. طبعا لو انت بدك اياني ان انا احكي يعني لقبك او اشي، حط تعليق مميز هيك خليني ايش انشد له. فالتعليقات المميزة انا يعني، ويكون اسمك طبعا زي ظاهر او باين، مش تجي تقول لي بليز حط لي اسمي او احكي اسمي، او بتيجي عفوية يا جماعة الخير زي هيك. يعني ما في اشي اسمه حط وبليز وامانة ومن الكلام، مش تكبر مني لا والله، بس لما انت تكتب لي تعليق مميز هيك بشدني، فبأحكي اسمك. بس هي كل قصة يعني بدهاش. تمام خلينا نروح نشوف البط والرقد ونحط له طعام ونطمئن عليه على السريع. تمام يا جماعة الخير، حنفوت على البط ونطمئن عنه وعن البيض تبعه، وحنحط له الطعام تبعه. بسم الله ما شاء الله، زي ما شايفين في حاجة صايرة. في كان هان بطين، البيضة الثانية شكله حد كسرها من البط، وهناك بيضة بيضة، فمش عارف صراحة، غريب الأمر غريب، فلعله خير. خلينا نحط لهم الطعام الصباحي أو الفطور. طبعا كانت تبيض هنا وصارت تبيض غادي. لا هاي الثانيه يا جماعه، هاي الثانيه فكرتها مكسوره، لا مش مكسوره بس متخبيه. هذول 7 بيضات كانوا 8، وان شاء الله يفقسوا قريب. هذول على وشك التفخيص ان شاء الله، ايام معدوده ان شاء الله. طبعا يا جماعه الخير حنمر على الكتاكيت اول شيء، بعدين حنروح على البيوت هذه. خلينا نروح على الكتاكيت هذه ونحط لهم شويه ارز مطبوخ، ونحط كمان للسمان. عنك؟ لا هاي عرفت تعملها؟ خلينا نطمن على هدول. طبعا هدول عشان يعني عيانين، انا مش عارف صراحة، خليهم يتنعنشوا. كله كله كله، نحط لهم شوية ونحط كمان للسمان. طبعا الأستاذ خالد أبو خالد كمان حكالي إنه إحنا نحط السمان رمل
ونعملها يعني كيف انه نشوف ردة فعلهم بتحمموا وهيك، مش عارف هل هو استاذ خالد ولا حد ثاني، ونسيت صراحة يا جماعة. فان شاء الله لو عجبكم نحن نحطهم في مكان يعني في رمال ونعملكوا عليهم هيك شوية، لو 5 دقائق انه احنا نعمل عليهم تفاعل بس مش اكثر. فخلنا نروح نشوف تسكر لي بالله يا عم الباب هذا، عشان انا حامل في ايدي هذا وهذا. صباح الخير. هذول هم ما شاء الله عليهم. يا جماعة الخير، قبل هيك قلت لكم انه انا بقوم بتسريع الفيديو، فانتوا بتشوفوهم يعني بهجموا وهاوي وهي، هو بكون الفيديو مسرع فقط يعني لا غير. تمام، هذول نازلين بحار مش بتاكلوا. خلينا نحطهم هذول ونروح نحط لباقي الطيور. هاشتاج رجع سمير وسميره وسعد المشنوق للبيت غاد. حرامية. حتى في الرز بتسرقوه. تمام، خلينا ناخذ الدجاج. طلعت البذور وطلعت نباتات، ولكن العصافير الدويري اكلتها كلها. شايفين كيف؟ شايفين هذا كله؟ هذا ادم زرعه معايا، يعني انا زرعت هذا هان وادم زرعه معايا، وفرجيتكم انه هو طلع خلب خلب، ولكن العصافير اكلته قبل ما يطلع، يعني قبل ما ينبت اكلوه، فحضروا ثاني واعملوا ثاني وشغل ثاني والى ذلك. تمام، خلينا نطعم اللي هو اخر قفصين او قفص معايا، الدجاج الامريكي والدجاج البراهمه. هذا هو بعد حجه بعد اللي مشوفوكي ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش صار؟ هذه داخلي داخلي، انفجار داخلي. أكيد هذه انفجار داخلي يا عمو. انفجار داخلي هذا. هيو 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 هيو. هيو هيو. هيو. حنشوفه حنشوفه. لا لا تروحش. هيو شايف؟ هن على ال على الشارع. رن لعبوك وشوف طالع هو. طب هدي هدي بس هدي هدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هدي طيب هدي. روح رن عبوك بالعجل شوفوا وين. طير اجري. روح. لا إله إلا الله. طبعا استهداف مش عارفين هل هو داخلي ولا من آثار الحرب اللي فاتت. حاجة كانت متعطلة ومتفجرة أو مش معروف. طبعا حطمنكم جماعة الخير في فيديوهات تانية لو يعني ما تم معنا وقت. الحمد لله يا جماعة الخير لسه الدنيا صار يعني. شمس طالعة. وبنطمن على طيورنا. وبنطعميهم ولكم المنظر هذا يعني ولله الحمد. الحمد لله زي ما شايفين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسينا نطعم الكتكوت اللي احنا حطيناه غاد، فهروح أفطره وفرجيكم إياه أكثر. صراحة لسه ما بوصل، مش عارف هل حيكون موجود أو مفقود أو ما. مش عارف لسه. يغت عليها الجميلة اللي قاعدة هادي. قاعد ومسترخي. تمام، حنشيل الحجار. طيب جماعة الخير، نقولي هيك اسم لهذا الطير يكون هيك اسم مخيف، فاهمين علي كيف؟ يعني اسم بليق للتجربة تبعتنا. تمام، طبعا هذه التجربة اللي ما شافش التجربة هذه، وانا ايش انا بقصد في التجربة هذه، يروح يشوف فيديو التجربة هذه. صراحة نحط لكم يعني رابط تقدروا انتم تفوتوا عنه من هان للفيديو هذا ان شاء الله. ايش هذا النمل طلع علي؟ تمام، احط لكم رابط زي ما قلت لكم، وخلينا نروح نشوف ايش بدنا نسوي. بس حنطلع الرميه هذه تعمل حمام وتاكل. تعال عملها عملها عملها. نجيب لها الطعام تاكل وتعمل حمام، وحترجع هي تركض على البيض. التهجين ما بين البراهمه والامريكي، حنشوف كيف حيطلع اللي هو السلاله. فخلينا نروح نطعم باقي اللي هو اخر قفص معنا اللي هو الحمام، ونسكر معاكم الفيديو. تعرفوا يا جماعه الخير مين نسينا؟ نسينا نطعم الرومي. فحطان الرومي يا جماعة لأنه نسيته. طيب بس اهدى يا حاج اهدى، ولك اهدى ابعد عن هذا. يلا كله 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 سموا بالله وكله. تمام يا جماعة الخير، هذا هو مكان تجميع البيض. الله أكبر والله الحمد. يا جماعة الخير، في أنثيتين بتوضع بيض. امبارح أنا مصور معاكم فيديو وكنت شايف هذا وهي بتبيضها، فهي كمان واحدة بايضة. فبسم الله ما شاء الله زي ما شايفين الانثيتين بوضعوا بيض. فالحمد لله ربنا بعوض، ربنا بقطع من هان وبحط من هان. فالحمد لله يا جماعه الخير. قذيفه تبع التوي او الصاروخ او ايا كانت، يعني انتم شفتوا وين هي، يعني هي لحتى الان بتطلع اللي هو سواد. فاحنا معرضين للخطر يا جماعه الخير، في اي لحظه معرضين للخطر. يعني زي ما شايفين هاي يوم عملوا يعني تهدئه او كذا، ولكن زي ما شايفين يعني من لطف ربنا القذيفه تبع التوي الحمد لله ما وقعت عندنا هنا، أو الصاروخ هذا أو أيا كان، وما صار اللي هو أمر. ونسأل الله يعني السلامة لأهلنا اللي
قريب للحدث هذا، وربنا هيك يعني يهونها علينا والحمد لله. طبعا مش حقدر اوصف لكم، احنا يا جماعة الخير معرضين للخطر في اي لحظة. يعني انا اليوم معاكم، يا عالم بكره اكون معاكم معاكم معاكم. فهذه يعني اعمار، الاعمار بيد الله والحمد لله. فاغتنم الفرصة واشترك في القناة وخلينا افرح قبل ما يصير اي شيء. وصلوني للدرع ان شاء الله ناخده قريب. قربنا يا جماعة الخير، همتكم معنا في الاشتراكات. يعني مش ضايل حاجة، مش ضايل حاجة. تمام يا جماعة الخير، بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو اشي بسيط، وقدرنا ان احنا يعني نوصلكم فكرة عن الارز المطبوخ. لا حول ولا قوة الا بالله، ايش هذا؟ ايوه يا ربي، ما في حاجة بتكمل يا ربي. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يعوضنا عوض خير. طبعا هذول الزغليل جماعة الخير واقعين من فوق، هذه اللي امهم بيضة، ها هي بيضة البيضة الثانية، واقعين وللذكور ماكلين راسه. الذكور، الذكور اللي هان ضربينه ماكلين راسه. ربنا يعوضنا عوض خير يا جماعة الخير. لا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى لو عجبكم الفيديو تسلخوا لايك. لو اول مرة بتفوت قناة، اتمنى انت تشترك في القناة وتفعل تنبيه الجرس الفائق وبحزين يصل كل جديد. حبيبنا مرش عليكم يوم الابتسامة، اكثر من صلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.